عقده انتهى مع النادي الاهلي، باقي هو مقيد في قائمه النادي الاهلي في افريقيا، والمواعيد تغيرت عده مرات نظرا للظروف. صعد الاهلي لنهائي افريقيا، يلعب ولا ما يلعبش؟ بتوجيه هذا السؤال الى المحترم الاخ الفاضل الاستاذ وليد العطار، قال لي هذا الامر يحتاج الى فتوى من الاتحاد الافريقي نفسه. ليه بقى؟ ساعتها الناس في النادي الاهلي يقولوا البيراميدز ما تأيدوش دلوقتي. احمد فتحي يقول لهم عاوز العب نهائي افريقيا، انت قدامك تسجلني لحد يوم 19. استنى يا اخي شويه. فالامر كمان يحتاج الى فتوى. الامر يحتاج الى فتوى من الاتحاد الافريقي. ما هو ممكن يا سيدي العقود بتنتهي بنهايه الموسم. خلاص؟ الموسم ينتهي 30 اكتوبر. طيب بطوله افريقيا، احمد فتحي مقيد في بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، وبطوله افريقيا تنتهي 6 نوفمبر. هو ايده قبل 6 نوفمبر. هل اصبح لاعب في بيراميدز؟ اصبح لاعب في بيراميدز على المستوى المحلي. طبعا المستوى الافريقي يعني لو حد سدده، لو سجله قبل اصبح لاعب في بيراميدز. طب اتاخر وسجله بعد يوم 6، ماشي، يحق له ولا ما يحقش له؟ الامر يحتاج الى فتوى من الاتحاد الافريقي لكره القدم. لكن لا الاتحاد المصري يقدر يقول ان احمد فتحي عقده مستمر مع الاهلي رغم انتهاء الموسم، ما يقدرش يقول. طب ايه الحاله الوحيده اللي احمد فتحي يبقى، لو بفرض بقى ان هم قال لك لا ده هو كده لا يحق له المشاركه، انه مضى في بيراميدز وبيراميدز سجلته والموسم انتهى، او على اسوأ الظروف قال لك اصبح لاعب حر بانتهاء الموسم، مالناش علاقه ببيراميدز، فلا يحق له المشاركه افريقيه. انا شايف ان لازم والله لسه بستنوا نشوف حد خبير لوائح ولا خبير حاجه يقول لنا ايه الموضوع ده، بس يعني ايه يا رب يعني يجاوبنا صح، لان الموضوع ده صعب جدا 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 اهوت نسأل فيها، لان محدش عارف، وانا هسأل فيها برضو. البث ماشي زي الفل يا عم احمد يا عاطف، ربنا يكرمك. حد هنا بيقترح تأجيل الجولة الاخيرة ليوم 7 نوفمبر. يا محمد بيت، زي حضرتك انا ابو المعاطي، زكي معاك الله يكرمك. عاوز اخدك على الهوا وتقول لي الواقع ايه بالنسبة لاحمد فتحي ومصيره ايه بعد ما القيد يوم 4 اتعمل 4 والموسم بينتهي نهاية اكتوبر، ويلعب افريقي ولا لا وكده. لحظة يا حمد. معانا الكابتن محمد بيومي خبير اللوائح الشهير، اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. مال صوتك نايم وصحتك منهم ولا ايه؟ لا موجود. طيب القيد دلوقتي المرحلة الأولى 4 نوفمبر، الموسم بينتهي 30 اكتوبر، نهائي افريقيا 6 نوفمبر. تمام. ايه الحاله بقى بالنسبه لاحمد فتحي؟ ماضي البيراميدز بمجرد انتهاء الموسم فتره القيد مفتوحه، يحق نادي بيراميدز تسجيل احمد فتحي، وكده يعتبر احمد فتحي منتهي عقده مع النادي الاهلي، وبالتالي بيراميدز هيتم تسجيله تسجيل احمد فتحي. طب افرض اخر تسجيله بعد يوم 6 يا استاذ محمد، ممتد ل 19. لا احنا مرتبطين بفتره القيد وانتهاء الموسم الاثنين مع بعض. واحده منهم ما تنفعش. ليه؟ لان الفيفا سمحت بتمديد العقود حتى انتهاء الموسم، مش حتى تاريخ معين. طب ما هو الموسم ما انتهاش اوروبيا ولا يعني افريقيا يعني. بالنسبة لفترات القيد والتسجيل والمواسم كل بلد انديفيدوال لوحدها. وبعدين في معلومة مهمة، ان موعد فتح واغلاق فترة القيد ده بيسجل على ترانسفير ماتشنج نظام تطابق الانتقال، يعني ما يقدرش يغير الموعد، خلاص الموعد طلع من كذا الى كذا، يبقى انتهاء الموسم. اول ما انتهى الموسم على طول هينتقل اللاعب الى ناديه الجديد. يعني لا يحق له لعب النهائي في حال تأهل للنادي الاهلي.
أفريقية لا تخضع لهذا الأمر، اللي يخضع لهذا الأمر المسابقات المحلية أولا. يعني يلعب نهائي أفريقيا؟ لا ما يلعبش، لاعب عشان يمارس كرة القدم معنا دي في أي بطولة أفريقية لازم أن يكون مسجلا وصولا للنادي في قائمة الاتحاد الأهلي. طيب فاللاعب يسقط كده أفريقيا بمجرد انتهاء الموسم، يعني بمجرد انتهاء الموسم المحلي. طب كده مش ظلم يا محمد بيه؟ يعني الفرقة هتدار. لا الفرقة خدت حقها من اللاعب لأكثر من لغاية انتهاء الموسم بالكامل. أيوه كده النادي خد حقه بالكامل، وبعدين النادي الجديد له حق أيضا. ما هو النادي الجديد لسه مش هتكون المسابقة بدأت. النادي الجديد من حقه تسجيل اللاعب لصالحه في البطولة الإفريقية، لأنه هيشارك في الكونفدرالية. تمام. وبعدين ما لسه هيكون أصلا النهائي ما تلعبش بتاع أفريقيا. معلش علي صوتك بس محمد، الناس بس بتشتكي من الصوت شوية. معلش أنت عارف إن إحنا في حالة استثنائية. أيوه بكل نظر لداعب كورونا. فقد يكون هناك بعض الملاحظات، ولكن انت في حالة استثنائية بكل المقاييس وبعض اللوائح. طب الكاس هيبقى لسه شغال. العبرة بالمسابقة المحلية وفتحها. ايوه ما هو الكاس من الموسم الماضي. العبرة بالمسابقة الرئيسية الدولي. والله. ايوه. طيب ايه رايك في الاحداث اللي بتحصل بين اللجنه الاولمبيه ومرتضى وابلاغ الفيفا اليوم واللجنه الاولمبيه الدوليه؟ هختصر لك في كلمتين اثنين. اتفضل. اذا اللجنه الاولمبيه لم تنفذ قراراتها اكرم ليهم، قدموا استقالتهم ويقعدوا في البيت. في كلمتين اثنين. طيب والقرار رايك فيه ايه؟ القرار قرار يناسب حجم الخطأ الذي ارتكب، ولكن استشعر ان الايدي التي كتبت هذا القرار هي ايدي مرتعشه، لان القرار في فحواه او في صياغته ركيك، صياغه ضعيفه غير واضحه، والدليل على هذا ماله الكثير من التفسيرات، ولكن الصياغه الصحيحه لهذا القرار بتعبيرات قانونية دقيقة كان يجب أن تكون كالتالي: واحد، عزل رئيس نادي الزمالك من منصبه كرئيس للنادي ومنعه من الترشح لعضوية أي هيئة رياضية لمدة 4 سنوات. اثنين، تكليف السيد نائب رئيس النادي بتسيير أعمال النادي اعتبارا من تاريخه. ثلاثة، تكليف سيد نائب رئيس النادي بالإعداد لجمعية عمومية انتخابية في خلال 3 شهور من تاريخه. هكذا تكون الصياغة الواضحة حتى يفهم كل الناس بدو، ولكن بعد الصدور ما يسمى ببيان، هو ده بيان بقرار بحكم يسموه بيان. الناس كلها بدأت تتصل وتستفسر، والأغرب من كده التلفزيونات العربية، يعني أنا كل التلفزيونات العربية عملوا لي مدخلات واستضافات لام بي سي والعربية وغيره، يعني عايزين يفهموا ايه القرار. ولكن كل ما اتمناه ولو لمرة واحدة اللجنة الأولمبية تنفذ قرارها. طيب محمد بيه، هل يمكن ماشي هل يمكن استعارة احمد فتحي فكده يلعب النهائي لو خدوه مثلا الشهرين دول لحد يناير؟ خد بقى النقطة القانونية المهمة اللي حق كتير قوي من الناس ما تعرفهاش. إذا أعير اللاعب يجب ألا تقل لمدة الإعارة عن نهاية الموسم. مش كم شهر يعني؟ لا مش 6 شهور يعني. ده بند في لوائح الاتحاد الدولي. كويس. الإعارة توقيت نهاية الإعارة يكون في نهاية. شكر لحضرتك الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح المعروف. الف شكر يا استاذ محمد. الف شكر. بشكر الاستاذ محمد بيومي، هو كده قال لنا وهنرجع نتابع تاني، لكن الاجماع على ان العقد يكون منتهي بنهايه الموسم
رغم الكاس. وهنا الاستاذ محمد بيومي بيقول ان الكاس مش هو المسابقه الاصليه، والمسابقه الاصليه والدوري، فالمساله حيصه بايص. لكن هنتابع واعرف لكم لو ليها مخرج ان احمد فتحي يلعب النهائي. لكن الاهم ان ربنا يوفق النادي الاهلي ونادي الزمالك الى تخطي عقبتي الوداد والرجاء. دمتم في امان الله، سلام عليكم.